ما حكم تطيب المرأة ولبس المرأة لبس أخضر في الإحرام؟ لا بأس، المرأة لا تتطيب طبعا للإحرام إلا إذا كان طيبا مخفيا تشمه هي فقط أو من يقترب منها، أما إذا كان طيبا يظهر ريحه فلا، سواء في الإحرام أو في غير الإحرام. أما بالنسبة لون الإحرام للمرأة فليس هناك لون محدد، لكن ذكر أهل العلم ألا يكون لونا يعني فيه نوع من الزينة، فلا يكون مثلا أصفر ولا أحمر أو كذا، يكون لون غامق، مثلا تلبس أزرق غامق أو بنفسجي غامق أو أخضر أو كذا من الألوان التي ليس فيها شيء من التزين.